أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بلادنا يوجد نصارى، وإذا جاء عيد المسيح شربوا الخمر وأكلوا لحم الخنزير، ما شاء الله، ثم يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين. ثم يشترون الخروف لبعض جيرانهم المسلمين. يشترون الخروف. نعم. لبعض جيرانهم المسلمين ليذبحوا لأنفسهم بهذه المناسبة. فما حكم هذا الصنيع؟ وهل يجوز الأكل من هذا الخروف وإن ذبحه المسلم؟ وهل ما عند النصارى إلا الاحتفال بمولد المسيح؟ عندهم منهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون المسيح ابن الله، أو يقولون هو الله. عندهم أقبح من هذا، أقبح من مولد المسيح. مولد المسيح بدعة، لكن عندهم كفر أشد من هذا. والمسلم لا يشاركهم ولا يفرح بعيدهم ولا يحضر أعيادهم ولا يأكل من الطعام أو الذبائح التي تصنع في عيدهم، لأن هذا من مشاركتهم فيها. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. ولا يهنئهم أيضا بأعيادهم. نعم.